مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا تحياتي، تحية السلطانية وتحية لجميع الأصدقاء والصديقات والرفاق. هذا الفيديو هذا كما وعدتكم بأنني غادي نشرح واحد الفيديو كيفضح يعني الأفعال السادية ديال الجهاز الحموشي وبالدليل القطعي، لأنه مايمكنش تهضر في المواضيع هذه بدون دليل. وهذه يعني عندي مجموعة ديال الأمور اللي مسجلة، ولكن اختاريت أنني نخرج بهاد الفضيحة هذه ديال هذا الجهاز الذي يمارس يعني الحرب النفسية. أولا يمارس يعني التشهير ضد المناضلين والمناضلات، يمارس جميع أنواع يعني ديال الخبط تجاه يعني مغاربة ينتقدون يعني نظام الحكم في المغرب. وهذا الفيديو هذا راه نهضر غادي نبدا اولا بواحد كيف يعني تطور الامر حتى القرصنة، فهمتي، وكيفاش قرصنوا الصفحة وكيفاش قرصنوا حسابي وكيفاش وكيفاش وكيفاش. المهم غادي لان الامور تطورت يعني بداية بالتشهير ثم التهديد ثم التشهير، يعني تهديد باش انهم يشهروا بك بعض المعلومات اللي هي كاذبه. وغادي نبداو بهذا الفيديو هذا ديال هذا المرايقي هذا الذي يعني تحدث قال لك انتم غادي تسمعوا يعني لا فيديو وانتم تحكموا، لان كنت نشرت لا فيديو وكنت سجلت يعني المعلومات كامله اللي كتب ليا هذا المرتزق هذا والتهديد اللي تعرضت ليه يعني من طرف هذا المرتزق هذا، مرورا لبعض الصفحات المخزنية التي يعني نشرت يعني ادعاءات واشاعات يعني لا اساس لها يعني من الصحة في أرض الواقع. المهم نشوفوا هذا الفيديو هذا. وايضا نتكلم عن شخصية اخرى، هو شاب مغربي مقيم في بلجيكا واسس جمعية للدفاع عن حقوق الشواذ في بلجيكا. بلادي بلادي، انا مقيم في بلجيكا واسست جمعية للدفاع عن الشواذ. هادي بدا اكبر كذبة، راه فات اخويا السياسي، راه فات ابريل، دابا حنا راه في مايا الاخرى. كيفاش كيفاش انا راه ما مقيمش بلجيكا؟ صحيح معلوماتك الحمار، فهمتي، راه الناس كامل عارفين اين اقيم، فهمتيني، ما عرفتش انا شكون اللي عطاك المعلومات. والمخابرات بغات تبان يعني شنقولك بانها يا اما هما يستحمرون انفسهم، وان كانوا يستحمرون انفسهم فراه هذه مشكله عظيمه، ولا فهمتيني ولا عاطينو يعني معلومات غلطه وصافي، فهمتي، حيت عارفيني انا السيد هذا. كان بعدا اول حاجه تيكمل هذا الفيديو ونقول الهضره ديالي، كذاب، فهمتي، كذاب في كذاب في كذاب. انا ما عنديش علاقه بالبيت، هذه المعلومه حلق في اذنه كالنساء. هذا الشاب الذي جندته عصابه البلوساريو لمهاجمه المغرب وتقوم شواذ في بلجيكا، يضع حلق في اذنه كالنساء. هذا الشاب الذي جندته أصابة البلوساريو لمهاجمة المغرب وتقوم باستضافته يوميا خلال منابرها المشبوهة. هذا الشاب المقيم في بلجيكا ويدعى أيد أشهبي. أولا كما سمعتوا بأن هذا السيد هذا اتهمني يعني بالشذوذ الجنسي، واتهمني بأنني يعني عندي جمعية للدفاع عن الحقوق للمثليين، وأنني تنسكن في بلجيكا. اولا انا ما تنسكنش في بلجيكا وما عمري سكنت في بلجيكا، والمعلومات حتى اللي عطاوها راه ربما تلقى لان هادو ديال هنايا دابا ديال اللي كاينين في الدنمارك تيجمعوا المعلومات في سيكتور بلجيكا، وما على مين تدوز مع تدوز من بلجيكا للعالم. المهم ماشي بلجيكا، اخر مره يعني مؤخرا هاد الاسبوع هذا هضروا على ان المساجد ديال المغاربه عامره بالجواسيس، وسنة 2013 كانوا تراو ربما على شي 4 ديال الجواسيس سيفطوهم المغرب عند المخزن. أولا ماشي على الفيديو اللي هضر عليه، علاش أنا جبت هذا الموضوع؟ لأنه مهم، لأنه في سياق الأحداث اللي وقعت في قبل يعني القرصنة ديال الصفحة. سيدي هذا أنا كنت الصفحة التي أديرها
يعني فيها انا هو المانجر ديالها، يعني واحد الميساج فيه فيه الليان ديال اليوتيوب، وانايا ما مولفش نكليكي على لي ليان وكذا، ما كليكيتش. ولكن واحد الصديق قريب كنعرفو، صديق يعني صديق بمعنى الكلمة، صيفط لي لا فيديو، قال لي راه هاد السيدة شنو فيك شنو فيها، ورجعت لقيت بأنه نفس السيد اللي صيفط لي الليان في الصفحة. فاش شفت الفيديو جاوبتو، قلت لي انت كذاب، ولا كان تعيش في اوروبا راه عرف عليه، يعني دعوة قضائية، فهمتي؟ حتى هما راه عرفو شكون يختارو، وعطاو معلومات يعني مغلوطة باش ما يبانوش، يعني راه هذا هو، راه هادي اش نقول لكم، هادي راه هي الاساليب ديال المخابرات، باش نكونوا واضحين، خص ديما يوهموك بانهم هما اللي وراء هادشي هذا، خصهم، ولكن هادشي هذا بالنسبه مفضوح. كما تشوفوا لي ميساج اللي تلقيته من هاد الحيوان هذا، شنو قال لي؟ ما انت الا شاد، والمغرب لا يتشرف بامثالك، واعدك اني سافضح حكايتك مع الشذوذ، سافضح قلك تاريخك مع الشذوذ، ساسرده كامل. وما عرفتش الى يومنا هذا، دابا راه هذا الشيء اللي وقع في ابريل 2020، الى يومنا هذا انا باقي تنتسنى هذا التاريخ ديال الشذوذ ديالي نشروا ليا، ما كاين والو، لان هذا الشيء كله يكذب، وهذا تعتبر تهديد. علاش؟ لان يا اما تحبس يعني النشر ديالك في ديك الصفحه اللي غادي تشوفوا يعني المحتوى ديالها، اللي هو ربما محتوى عادي جدا، محتوى ديال انسان معارض وصافي، تحاول انه يتفاعل مع الاحداث اللي تتعرفها يعني المغرب وكذا، وتتفاعل مع العموم ديال الشعب المغربي، الشباب ديالو. وكما تشوف التصويره، كان جا المغرب كتب واحد الكتاب على البوليساريو، وكانوا يعني عطاو براد ديالها حتى تما، وكعب غزير ولا ما عارف، ولا سي طارقه مزيان. انا هو دابا هذا اللي سيفطو. انا بالنسبه لي هذه اساليب يعني خبيثه، اساليب مخابراتيه هي اللي تديرها، هي هو نفس يعني المنطق اللي تتعامل معاه، مثلا اللي تتعامل مع الاجهزه ديال تاك الباويت ديال الحموجي، مع اي معارض، مع اي صحفي، راه هي تهم جنسيه باش يضربوا اخلاقيا الراي العام، يولي يشوف فيه واحد الصوره ماشي هذيك الصوره المحترمه وكذا. والسبب ان الجهل عندنا في هذيك المجتمع. غير باش ندوز لشيء اخر، هو حركة الصحراويين قال لك من اجل السلام. انا غادي نعطيكم سمية جديدة، واللي هي لان دابا تنهضروا على قبل يعني الاختراق ديال الصح اللي غادي يجيو ليه من بعد. هاد الحركة ديال المراقية من اجل المرأة، كتبات عليا كما تشوفوا، انا راه نشر هذاك الشيء، وعندي حتى لا فيديو كما بغيتها، هما لي سكرين شوت احسن. هادو كتبوا عليا بان راه شوف دابا عندهم واحد الخيال، يعني راه ما عندوش حدود، فهمتي؟ سبحان الله، يعني واحد الخيال، اش نقول لكم، خيال يعني يفوق يعني الخيال ساينس فيكشن ولا الخيال العلمي اللي تنشهو هوليوود. كتبوا عليا هاد حركة المراقبين من أجل المرأة. هذا الشاب بزاف الناس كيعرفوه، هو ملحد ومتشبع بالفكر الثوري العدائي للمغرب. لكن علاش رجع هكا؟ أولا أنا ماشي ملحد، فهمتي؟ هادي ما عاد منين جبتوها، ولا كنت ملحد حياتي هاديك، نتا اش دخل حمارتك يعني الأسبوع فارس.
في الحقيقه القصه ديالو بدات منين كان في عمره قال لك 10 سنوات كان سخرات في الام ديالو عند الخياط باش يجيب ليها واحد الجلابه، لكن داك الخياط قام باغتصاب ديالو وعطى 10 دراهم. واش كذبوا على الهضره ديالو؟ شنو الهضره ديال السوق؟ ونظرا لانه فاش كان صغير كان يحب قاعة الالعاب اي البلاي. انا ما انا بعدا الاصدقاء اللي تعرفوني ما عمري لعبت البلاي بعدا فاش كنت البلاي ستيشن فاش كنت صغير، فهمتي؟ ما كنتش نلعب وما كان لم يرقني ذلك، فهمتي؟ قرر انه يسخر بلادي، المهم ما عرف حميته وما عاد كلشي يكتبو، ما فهمتش انا هاد اللغه هادي الصراحه. قالك هاد الخياط هذا ارتسمني وعطاني 10 درهم. هادشي قال لك القصه من الجار ديال اسماعيل، انا ما عرفتش هاد اسماعيل هذا، يا ريت جيبوه نشوف تي في حتى هو ربما يدير شي تصريح اذا كان بعدا اذا كان يعني شخصيه واقعيه. المهم راه ماشي غير هاد الصفحات، هادي عندي صفحات اخرى يعني اللي نشرت عليا وما كاينلاش ندخل في التفاصيل هادي لانها بورينغ يعني دازنت دو بحال تقول غير مهمه، فهمتيني؟ غادي ندوزو دابا حاليا هادشي كامل هاد الاحداث هادي راه فاش وقعت هاد الاحداث هادي راه قام يعني بغلق الصفحه ديالي او حاضرها يعني دائما كاين تبليغات على واحد الحرب الشرسه، ورغم ذلك تتحقق يعني نسبه المشاهدات تتحقق يعني نسبه ديال المتابعه لان الناس يعجبهم يعني تيعجبهم المحتوى ديال الصفحه. اللي ندوزو ليه دابا هو القرصنه باش نكونوا واضحين. هاديك دابا هنا باش نبداو يعني القرصنة، وبغيتكم تصبروا معايا شوية لأن هادشي مهم جدا. هالو أولا فاش قبل هاد القرصنة هادي أولا الخوت كانوا بزاف ديال المرات يحاولوا انهم يقرصنوا يعني الايميل ديالي، والايميل ديالي كما لمعلوماتكم انني تنشارك مع الزوجه ديالي يعني عندنا ايميل واحد مشترك. وهاد المساله ديال القرصنه ولا التجسس على الايميل ديالي راه عندي محامي يقوم يعني انا بصدد يعني رفع دعوى قضائيه في المساله هذه، ولكن غير باش نقول لكم هنايا شنو جا عندي واحد الشخص يعني فاش حاولوا انهم يقرصنوا بجميع الاشكال بقات لهم غير محاوله وحده وهي القرصنه ديال كما تنسميوها القرصنه ديال المراهقين، وبحال تقول لي انا مخزن انتقامي وتبغي يدير بعض المرات بعض الاساليب ديال اللي هي ستوبيد، فهمتيني؟ اتصل بيا واحد الشخص باللغه الانجليزيه قال لي خويا بغيت نولي ننشر يعني لي زارتيكل عندك في الفيسبوك ديالك، فهمتي؟ وتبقى تشد يعني بور ايتيم يعني في كل ارتيكل نولي نخلصوك 120 دولار. هادشي راه ما كاينش، انا اصلا تنخدم في الديجيتال ماركتينغ ما كايناش شي شركه. المهم عرفتو تيكتبو عرفتو يعني مغربي من خلال هادي، هو عايش في نيويورك باش نكونو واضحين. رانا سيدي سولتو إلى أنا في الوهلة الأولى عرفت بأن هادشي هذا راه غير كيما تنقولو غير كيد في كيد، قلنا نتبعو هاد الكتاب هذا بعض المرات باش تاخذ بعض المعلومات وباش تصيد بعض الحمامات تطرمي لهم اللقط الفريخات تطرمي لهم شوية اللقط فهمتي، تيقو تيدخلو يعني القفص تنجرو الكابل كيما تنقولو أو الخيط وتتشدهم. رانا هادو دابا دخلوا انا قررت باش انني نلوح الطعم ديالي حيت بغيت نعرف هاد الاساليب ديال هاد الحيوانات هادي فين غادي توصلوا بهاد الكذوب ديالكم، ويعني حتى الطريقه باش بغاو يقرصنوا طريقه يعني اش نقول لك فيري ستوبيد
يعني طريقه يعني اش نقول لك ديال الكساله ديال السطوره. المهم انايا سجلت كل شيء، سجلت لا كونفرسيشن يعني المحادثه اللي طرات معنا، وسجلت يعني كل شيء من طاقتك تسلم عليكم، وما بين انني تنسجل وتنهضر مع هذا الشخص اللي تيبغي اللي باغي يقرص لي الصفحه ديالي، في نفس الوقت تنكتب واحد الريبورت البلاغ ولا تنبلغ يعني اداره ديال الفيسبوك بما يحدث، ولان الصفحه فعلا نجحوا يعني بقرصنتها لمده ديال 12 ساعه ورجعتها. كما تشوفوا هنايا كانت تنهضروا كذا هنا دخل هنا تحط المعلومات ديالك يدوك الصفحة ديالك. المهم انا دخلت مشيت معاهم انا في الحماق ديالهم، ولكن خصنا نفضحوا هاد الممارسة هادي لان القانون لا يحمي المغفل، فهمتي، وهما تيظنوا بانني انا مغفل لهاد الدرجة هادي. المهم دابا ندخلو لاباج، دابا انا تنكتب حتى هنايا تنكتب يعني تنكتب الفيسبوك اولا يعني الى شتو هنايا اسمح لي تحية سلطانية اسمح لي الكاميرا وقعت واحد المشكل كان خاصني ضروري سميتو. المهم بالنسبة لل هنايا فاش يعني كما تشوفوا، ورغم أنني مضبب يعني هاد لوسين هذا في فيسبوك ديالي، لأن نظرا يعني المعلومات اللي ما بغيتهاش يعني توصل للكلاب ديال محمد السادس، فأنا عاد تنقول لكم بأن هنا تنتوصل نفس التاريخ يعني 5 أبريل تنتصل بإدارة الفيسبوك، وفعلا تأكدوا لي بأن الصفحة ديالي تمت قرصنتها ورجعت لي الصفحة من بعد 12 ساعة. ولكن العملية اللي باش قرصنا هما كما تشوفوا هنايا يعني كل شيء سجلته، يعني ما خليت شي حاجة ما سجلتهاش، فهمتي، دايرين ديزادريس من افغانستان وكذا. هاد الناس هادو واش نقول لكم حماق بمعنى الكلمه. انتما اما اللي يقول لك هذا شي صفحه اخرى ولا لا، هذه الصفحه ديال عاش الشعب. انت تشوف تما سلطعون 01 هي يعني كان هو اللين ديال الصفحه ديالي، وغير باش تعرفوا بان علاش هما اخترقوا هاد الصفحه هادي، لان خصنا دابا انتما تشوفوا شنو تنشر انا في هاد الصفحه هادي. راه عندي فيديوهات عاديه، فيديوهات تنتقد النظام المخزني، هادشي اللي كاين هانتوما. وعلاش؟ لان النسبه ديال سمحوا لي هذا الانسايت ديال 24 ابريل حتى 21 ماي، فهمتيني، ديال 20 ذا لاست 28 داي كان هو يعني البوست المنشوره ديال الصفحه تتوصل اكثر من 2 مليون ديال المغاربه، فهمتي، الناس اللي تتونجاج مع الصفحه اكثر من نصف مليون ديال البشر، فهمتيني، اللي عجبتهم لاباج تصوروا في 28 يوم اكثر من 12000 ديال البشر، وطبيعه الحال هما بغاو سميتو بغاو غير بغاو يلقوها. اي واحد تيولي يسطع النجم ديالو كمعارض وتيولي الناس عنده يتبعوهم وتيولي عنده متابعين لو تنزلوا عليه، وراه هنا تنفضحو، يعني انا تنقول انا تنتهم جهاز الحموشي هو اللي تيدير هاد الشيء، راه ما كاينش شي جهاز اخر نحاكموه في هذيك البلاد من غير مخابره،
ماشي الخدمه ديال الرجال الداخليه يعني، هذه خدمه ديال المخابرات فهمتي، خاص تكون خبيث وحقير للدرجه باش ديرها. المهم راه الصفحه غلطوها باش يكونوا واضحين، وغلقوا الصفحه مع كنت نركز على القضيه ديال الصحفي عمر الرادي اللي تعرض للتجسس واتهموه بالاغتصاب حتى هو، يعني تهمه خياليه. بغيت نوريكم انت هاد عمر العروي راه بقاو يعني ديما تيجيو يكتبوا لي القضيه ديال الشاد الجنسي، واش دابا الملك ديالهم قالوا عليه الشاد الجنسي وخرج سكيرش تيقولها؟ نتوما اي واحد يعني ما تيتفقش مع السياسه ديال الملك ديالكم تتردوا يعني انه مثلي؟ راكو كتبيت لي راه نخرج نقولها لك ديري، علاش نحشم منك؟ عاد بقى لي ما حشمت حتى من ما علاش زعما نخاف منك ولا شي حاجه؟ شنو سميتو؟ راكو كنت شي حاجه فيا راه نخرج نقولها لك اون ديريكت، ما عنديش مشكل. ولكن ماشي شاب تعجبوني النساء، هادشي هذا خصو يفهموه يعني صحاب الحال، انا ماشي بحال الملك ديالكم. كما تشوفوا هنا راه بداو ديما تيكهضروا لي على الشذوذ الجنسي وتيشهروا بيا في الصفحات وكذا، هذه هي الافعال ديالهم. باش تعرفوا علاش انا حاقد على هذه الحميره، لان ما بيدو المستوى بهذا النوع هو اللي شد البلاد، هو اللي تيتحكم فيها، هو اللي تيدير كل شيء. ما انتم شوفوا دابا لي فيديوهات، هاد فيديو ديالي هنا لايف 4000 6000 فيو 1000 لا ما نهضروش على نزيدو يعني 8000 فيو 12000 فيو فهمتيني؟ اشنو 12000 فيو؟ تقريبا فيديو عندي واصل تقريبا مليون فيو، فيديو ديالي هاهو متنكدبش عليكم. لي فيو ها هي هنايا، فيو لتحت 831000 فيو، تقريبا 3000 ديال الشعر. ابار هادشي هذا راه متنشروش شي حاجة مكايناش، عاد تزيد التشهير ديما الصفحة ديالي تيشدو التصاور ديالي و تيلعبو بيهم باش تعرفو علاش هادشي كامل. هاد تنشرو يعني تا فوتوشوب متعرفوش يخدمو بيه هاد، وهنايا كما نشوفو نوقفو عند الحد هذا الخوت، تحياتي هادشي لي كان نتوما شنو تنشر، وكأنهم يعني تيديرو فعلا شي حاجة. ما فهمتش أنايا يعني الناس هادو ما تفهموش انت، وتهمة ديال الشذوذ الجنسي ديما تيقول لك انت شخصيا انا على بطني، وراه انا اللي سمعت قال لها سكيش قال الملك انا ما على بطني، فهمتي؟ الا كان الملك ديالكم تينام على بطنه وعندكم عقدة نفسية نتوما يعني ولاد الحساس، فراه هذا تيبقى المشكل ديالكم. حاولوا انكم تمشيو تهضروا مع الطبيب النفسي، حاولوا انكم تعالجوا هاد العقدة النفسية، ما تبقاوش تجيو تضربوا بنادم بالباطل. ولا كنتي تمشي واحد بالشذوذ الجنسي ولا شي حاجه اي حاجه حتى بالخيانه للوطن وكذا، جبد الدليل، ما عندكش دليل اسكت فهمتي. راه هادشي كامل مسجل عندي يعني عدد ديال التسجيلات، ولكن كله بوقتي، وهذا راه واحد من مئات ديال الامور اللي مسجله واللي خصني يعني نرتبها، وهادي وكل اسبوع غادي نحط لكم فيديو بحال هذا. انا ما تنبغيش نشر بحال هذا الشيء، هذا اولا ما تنبغيش نشرو، عندي عدد منهم ما تنبغيش نشرو، لان بعض الناس تيطلع لهم بحال هذا الشيء في الراس. واش هذا ديما يعني لا علاش انت غادي يحاربوك؟ علاش يحاربوني؟ راه وريناك اخويا علاش يحاربونا، علاش ما بغاو حتى شي صوت في موزيك، ما بغاو حتى شي واحد ينتقد الاوضاع ديال البلاد، ما بغاو حتى شي واحد ينتقد يعني التوابيت ديالهم اللي هي الملكيه وكذا فهمتي، يعني ما بغاوش. ما تسمعش انت الناس يهضروا تقول ديما تيهضروا على التوابيت، اي توابيت تيهضروا عليه؟ بغينا نعرفوا واش التوابيت ديالكم نتوما ماشي ديالنا.
احنا لا نؤمن بان الملائكه من التوابيت، تنعرفوا احنا ارض المغرب هي اللي من التوابيت، فهمتي؟ اما الشعب المغربي حتى هو من التوابيت، لانه هو اما تقول لي الملكيه كنظام سياسي من التوابيت ما كايناش، وما خصش يبقى هذاك الشيء. وبهذا المفهوم هو باش وما باش يعني تيقمعوا يعني المعارضين ويقمعوا الصفحات ويقمعوا المواقع وكذا. هذا ما كان. وتحيه سلطه عليا، ونتمنى نشوفكم الخوت في شي فيديو اخر. فيديو اخر نهضروا يعني على اساليب ديال المافيا الحاكمه. وتحيه سلطه عليا، الله يعافيك.